هذا وتشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكه اقبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات المضاده لفيروس كورونا وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئتين وثلاثة وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئتين وستة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وخمسة وسبعين ألف شخص